وديع كان مدير حياة الوسوف. حدثني عنه. وديع كان صديق عمري وحياتي كلها. الله يرحمه. وديع من يوم خلق أنا ما سبته. وكبر هو ما سابني. وهو جنبي إذا بدي أشكي همي بشكي لوديع. إذا بدي فش أي شيء تكون إنسان يكون قريب من اللي فش له هو وديع ابني. وربنا تبعده هذا قدره. الله يرحمه يرحم جميع الأموال. الله يرحمه. وأنا بنظره بعيوني ما مات وديع. طبعا. طبعا وديع بعيونه بعلمي ما بموت. تذكر آخر كلام صار كان بينك وبين وديع؟ أرامل حزب النوم قالوا لي وديع راح المستشفى بده يشوف الحكيم ويرجع. كلمت عليه قال لي طب على نص ساعة ويرجع على البيت خلص اوكي. ما خبرك انه عملية؟ لا انه راح يعمل التست يشوفوا بعد العملية كيف. قال لي نص ساعة بقوم من البيت وهي خلص نص ساعة. راح على المستشفى غايب الواعي. شفته بعد انه مات. قبل ما يقولوا مات.